ولا جنون. سأصلح كل ما أفسدت أنا بإذن الله تعالى، وكل من أسلم بإذن يصلح ما أفسد بإذن الله. ومن أسلم يصلح ما أفسد بإذن الله. أسلم كثيرا. سمي نفسك بإذن الله تعالى، سمي نفسك يعقوب. جميل، اسم جميل يعقوب. من اليوم بإذن الله أنت مراد في سبيل الله، تصلح ما أفسد الكفر الفجر، وما أفسدت أنت أيضا قبل إسلامك. خلاص، نواصل الآن بإذن الله تعالى. لقد سمعتم كيف اهتدى يعقوب، ولقد رأيتم كيف أذعن وجاء إلى الله تائبا، فسمى نفسه يعقوب. فمن يأتي من بعده يأتي بعده، وأسأل الله أن يرفع قدره ويعلي شأنه، وأن يجعل الخلة والمحبة والصحبة في الإسلام. فمن يقبل، من يقبل، من يشتري الجنة؟ من يقبل منكم معشر الجن والشياطين؟ من يتسابق الآن ويصعد؟ من يسارع الآن فينطق ويتكلم ويعترف ويأتي إلى الله جل وعلا مسلما مسالما؟ من هيا إلى الله فاستلقوا الخيرات، هيا إلى الله رجال ونساء معشر الجن. إلى كل من وكل بسلالة ونسل وذرية من أم أو أب والد أو بسحر مقول أو مشموم. الخطاب لكل من في البدن، لكل من آذوها وآذوا زوجها وأبناءها توأم، هيا إلى الله. اصعد بإذن الله تعالى، اصعد، هيا هيا اصعد بإذن الله، بإذن الله جل وعلا، هيا بإذن الله تعالى. تكلم بإذن الله سبحانه وتعالى، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. بسم الله. لكل من جاء كما اعترف العاشق الذي كان عاشقا قبل إسلامه طبعا، جاءوا بسحر للطلاق والشتات، أو سحر جاء للوالد في عتبة الباب، أو سحر للأم، أو سحر آخر كان للتجارة، أو أسحار لها فعقدت توأمها أبناءها في بطنها ورحمها، صح؟ فهيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله سبحانه وتعالى. إليكم جميعا هيا إلى الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. أصحاب السلالة الزهرية، السلالة الزهرية والطاقة الزهرية والأنوار الزهرية والبركات الزهرية والخيرات، فأودعوا داخل الجسد أسرار بأسحار البطون والأرحام. تسمع 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 أتسمع؟ نعم أسمع. من معي؟ من معي؟ تكلم. من معي؟ السلالة، صح؟ إنها السلالة، جاءوا على النسل والسلالة، صح؟ من معي؟ أنا وأنا أنا وأنت أنت، صح؟ فأنت تعرف من أنا، فأريد أن أعرف أنا من أنت. طيب جيد، وأنا أريد أن أعرفك أيضا، من أنت؟ أبشر، أسأل الله يجمعنا على الحق والهدى والخير، قل آمين. تعرفني جيدا، ماذا تعرف عني؟ خير إن شاء الله، خير أم شر؟
ها ما تعرف عني خير ام شر؟ ها بجوز بجوز. يلا نبدا بالخير. ما تعرف من الخير؟ ما تعرف عني من الخير؟ تكلم. انا مسامحك، اقول كل شيء الحمد لله. اقول ما تعرف عني من الخير؟ الحمد لله طيب القلب. ثم مبشور. طيب مبشور، طيب ابشر. طيب ثم طيب جيد جميل. وما تعرف عني من الشر؟ تكلم. طيب التصب. ثم هذه نصائح ساخذ بها والله. ثم ثم ماذا؟ لا تعجبكش. اقول لك والله اقولها والله العظيم لا اخذها بكل حب، ما عنديش مشكل. دين النصيحه الحكمه ضاله المؤمن. هيا قول لي. تعد ولا تفي. مثلا في المواعيد يعني. في المواعيد يعني صعب جدا. قد بينت لها قبل وشرحت لها. المواعيد فقط. وماذا؟ مثلا ليس كل ما يعرف يقال. لا غير قل. ليست كلمتك. كلمتي والله غير قل لي. انا والله العظيم انا شوف هذا كلام يسجل لن احذف منه حرف. لا غير قل لي والله اعرف. انا ما نقدرش نقول هذه. والله تبغى تسمع. انا والله انا اكثر منك ما تعرف. لاني اعرف نفسي. قل لي مثلا ما هي الاشياء التي مثلا اعد ولا افي بها مثلا؟ مع ابنائك. اها مثلا. مع زوجك. مثلا كتكون معي انت واش واش كتكون معايا يا بوش عرفتي؟ قالوا لي. اشنو قالوا لك؟ وانا قلت لك. دابا فهمت. دابا انت ربما اخذت الكلام حينما كانت في الحجامه مع الاهل وربما سمعت كلاما أن ربما أنا أعد أبنائي بالخروج ولا أخرجهم مثلا بفسحة ولا أكون معهم. لا الأهل لم يقل شيئا. طيب أنت فهمت هذا؟ لا أنا قال لي قلت لك. وشكون اللي قال لك؟ صافي عالمكم. عالمنا. طيب أما الأهل لم. طيب إذا عالمكم إذا كان الأمر له علاقة بزوجي وأبنائي الأمر عادي. إذا كان له علاقة مثلا بالخروج مثلا بالفسحة لأن الرقية تأخذ شغلي هذا فقط. أكثر من ذلك. مثلا أنا رحم الله الذي أضريتني في راسي قولي وتنعرف. ماشي مشكل غير قول. والله أشوف ما غنتقلقش عليها ولا عليك. أنا أريد أن أعرف أنا أعرف. لأن قلت كلمة عظيمة أعيد ولا أفيد. الأولى فهمناها. إنسية. أنا كتكلم. إنسية وخا كتعقل على الهضرة ولينا رانا محكمين. فاه صعب جيد. اذا بغيت منك انت قل لي ما هو هذا الامر. ما هو هذا؟ هي تحبس الهضره ما كتبغيش تقولها حتى مع راجلها ولا اللي كتخرج ليها. طيب خير. ما هو هذا الامر الذي انت تراني اني مع ابنائي اني اعد ولا افي؟ انت ركزت على الابناء صح؟ قل لي ما هو. وغتبصرني بالعيب تاعي فانا وجب ان اشكرك. ربما كنقصروا بحقهم في اشياء ولا نعرف. قل لي. تقصروا في كل شيء تجاههم. مثلا. كل شيء. قل لي مثلا. مثلا. في خروجهم، في تربيتهم، في رقيتهم. هو الحق 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 واحد. انا كنلقيهم لكن نادرا قليلا صراحه. الحق يقال وهذا الحق لا غبار عليه. ما عندناش مشكل. اما المساله الاولى مساله العصبيه ممكن. مساله تعيد وتفي بالمواعيد هذه ممكن. ترقي ولدك. شكون ولدي؟ كبير. ترقي. ترقيه انت شي واحد. تقصد مواعيد يعني. خير ان شاء الله بشي. وانت فيك خير اذا والله فيك خير. فيك خير كبير. أنت خالي ماذا؟ خالي ماذا؟ تكلم.
لقد أسلم قبلك قبل قليل العاشق التي سكنت 18 سنة، جاء بسحري أو بمعلومة في البيت، فأصبح من خدام السحر المأكول والمشموم الذي جعل في الطاجين وجعل في الشموع، وتبين أنه كان يؤذيها ويؤذي كذلك زوجها ويؤذي حتى التوأم، وشارك في عقد التي جعلت على التوأم في بطنها. صح؟ نعم. طيب جيد، ومن أنت؟ أنت من؟ كلا، من تقوم أنت؟ أنا أعرف أنك في الجسد، وظيفتك ما هي؟ ماذا كان دورك في الجسد؟ نفس وظيفة العاشر، نفس الوظيفة. هل هو في الجسد عنده ناس؟ يعني كلهم شاركوا في أذية الأبناء. نعم. مع أنهم دخلوا بأسباب مختلفة، إلا أن جعلوا كلهم انصبوا على هدف واحد، وهو أذية التوأم. سبحان الله. أنت كذلك عقدت التوأم. ها؟ ماذا عقدت في التوأم؟ لسانهم. حتى لا يكون هناك كلام ولا فصاحة ولا بيان. إلى الآن ما كيتكلموش. عمره ما عاد كامل 5 سنين. 7 سنين. سبع سنين ونص. 7 سنوات ونص لا يتكلمان أبدا. سبحان الله العظيم. أنت عقد، هذا كان موكل بعقد اللسان، صح؟ أنت من عقد اللسان؟ قال لي عقدته من هنا. ما قالش لي من هنا، قال لي عقدت اللسان من هنا. انظر سبحان الله العظيم، قال لي عقدت اللسان من هنا، صح؟ في أي شهر عقدت اللسان؟ حينما كان في البطن، في أي شهر؟ الشهر الثاني. أو الشهر الثاني بتاع عقد اللسان. الشهر الثاني اللسان بان، كان اللسان موجود. ها؟ كانت الأجزاء ديالو عاد كتكون، عاد كتكون. كانت أجزاء اللسان كتكون هو كيعقد فيها، مع تكوينها يعقدها. مع تكوينها في بطنها هو يعقدها. حتى تنمو معقودة. أجل. شتي الخدمة كيف؟ الإتقان. كل شيء تعقد فيه كان عاد كيتكون. في أطوار تكوين الجنين هو ينمو ومعه العقد. على العقل عقد، على اللسان عقد. ماذا عقدتم؟ العقل واللسان وماذا؟ والعين ايضا، لكن هو يبصران كيشوفوا، ما كيشوفوا، كاين عندهم ضعف. النظر النظر مشوش بحال الانس. وخدت الطوق اللي النظر عندهم مزيان. ولكن عندهم ضعف، كيحولوا العين، عقدوا العينان، عقدوا اللسان، عقدوا العقل، الانف كذلك. كيف عقدتم الأنف؟ ما دور عقد الأنف؟ مش لا ي... ما كيشموش، لا يشمان أي شيء. ما كيشموش هو. عدم التركيز، عدم النظر، عدم الشم. حتى الذوق غير موجود، الكلام غير موجود، الإحساس غير موجود، القلب كذلك معقود. عدم التحكم كسائر الناس، يعني كرمكم الله، يعني في الذهاب الى الحمام على 7 سنين ونص، صح؟ شنو اخر؟ يعمل اشاره الماسونيه، كثير الحركه ويرموا اي شيء، ما كيجلسوش اصلا نهائيا. يعني انتم السبب، عقد كل شيء. يعني هي حامله والجنين كيتكون كينمو ومعه خدام داخل البطن كيعقده، فكيطلع هذا يقول لك معاق، إعاقة ذهنية، هذا معاقة جسدية، هذا كذا. كانوا باغيين يخرجوا معاقين أكثر من هالشي. طيب كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ 9 سنوات. أنت فيها 9 سنوات. تسع سنوات، يعني أنت سكنتها يعني قبل الحمل.
لم تكن معها منذ فقط قبل الحمل، لأن الأبناء عمرهم 7 سنين ونص، يعني قبل الحمل بسنتين. إن جئتها بعد الزواج، بعد الزواج يعني أنت من خدام السحر المأكول المشموم. المأكول كان هو الأول ثم المشموم. هل كان المأكول المشموم في نفس الليلة؟ في نفس الليلة، ومع ذلك أنت لست من خدام المأكول، فجعل المشموم خدام والمأكول خدام. السحر جعل المشموم والمأكول في نفس الليلة في نفس الجلسة، لكن للخدام للمأكول خدام وللمشموم خدام. كانت حين تزوجت ولم تحمل بعد، فهناك من دخل بالمأكول وهناك من دخل مع المشموم. إرسال مؤقت بغاية بوظيفة بسحر مخصوص. حينما شمت الشمع المحروق أين سكن؟ صعدت مع الشمع، أين استقريت في الجسدية؟ في عقلية؟ أي في سكنتي، سكنتي لها في الدار ورب وسط الدار. ها؟ سكنت هناك، ولماذا هناك سكنت؟ فقط سكنت هناك. دخل من هنا فاستقر في وسط الدار. وشنو كنت تعمل فيها من غير أذية الأبناء؟ دائما حرق في الدار، دائما. سبحان الله. والمشكلة راك انت ما هي ديانتك؟ نصراني، خادم سحر الشموع نصراني. أسلم لله يا عز وجل. أنا أقول لك الكلام من نفسه اللي قلت الله، الذي كان عاشقا يهوديا. لو كان لك أبناء تبغي يمشي؟ ما بقيناش باغي دي في الجسد كله صافي، ما بقاش غادي بهذه الأدية للأبناء صافي. ايوا خاصكم تعاونوا معنا باش تصلح هذه العيوب. سمعتوا؟ خاص تبان نتائج في الابناء. كتسمعوني ولا لا؟ تبان باذن النتائج في الابناء باذن الله قريبا، تبدو فيها من الان باذن الله، واجركم عظيم عند الله عز وجل. شو استفدتم من هادشي كامل؟ ايوا ولكن حنا دخلنا نطلقوها ونفرقوها، ساعة ما طلقناها وفرقناها. ايه شتي دخلتو باش تطلقوها وتفرقوها، يعني كان إعاقة الأبناء تكون سبب في الطلاق. الرجل يمل وهي تمل ويكون طلاق، صح؟ صح. شتي الخطة كيف؟ صح. الحمد لله، الحمد لله. يمكن كما مرضناش الدراري كيف كتطلق. ايه شتي الحمد لله. بسم الله تعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أسلم لله تعالى. النصراني اسمعني، اسمع القرآن خلاص، واختر اسمك، سمي نفسك اسم نسمعه جميعا، اسم جميل مسلم يحبه الله عز وجل، وقل أشهد أن لا إله إلا الله. تسمعني؟ تسمع؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعاهد الله ألا أظلمها ألا أؤذيها
أن أصلح ما أفسد في أبنائها، أن أفك العقد، أن أفك العقد في أبنائها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعاهد الله أن أبطل الأسحار في جسدها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نواصل بإذن إسلام إلى القرآن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، فكيف اسم يحبه الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، موقعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فك العقد جاءتها في اللسان خلاص بإذن الله. سمي نفسك اسم يحب الله عز وجل، اختر اسمك محمد. إذا عقد اللسان اسمه محمد. العاشق ليهودي اللي كان يعقوب، وأنت كنت نصراني. نتعاون جميعا على البر والخير من اليوم خلاص، نبدأ بإذن الله في مسيرة الإصلاح خلاص. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من
من المسلمين إنني من المسلمين إنني من المسلمين وقال 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 إنني من المسلمين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معشر الجن إنكم ميسرون جاءوا على السرية والسلالة وأصحاب الوالد والوالدة وأصحاب المشموم والمأكل إليكم جميعا عاهد الله أن نتعاون على الخير جميعا لنؤجر بإذن الله تعالى عاهد الله تعالى أن تصلح ما أفسد طاعة لله تعالى أن تسحبوا أبناءكم وذريتكم من أبنائها وعقدكم من أبنائها وأصهاركم من عقلها وجسدها طاعة لله تعالى تؤجروا تعاونوا على البر والخير تعاونوا على البر والخير أسلموا لله يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ويرفع قبركم ويعلي شأنكم ويسكنكم فاسمعوا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الحمد لله رب العالمين الذي بحمده يتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فأسلموا لله تعالى إن الدين عند الله الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.